للمزيد من المتابعة حول أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة وموجة الحارة التي تشهدها البلاد الآن، تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان، بعد التحية، يعني تضعينا في تفاصيل الصورة، يعني أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، وإلى أي مدى ستستمر موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد الآن؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالفعل شهدت جمهورية مصر العربية حالة من طبعا شديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، بدأت يوم الخميس الماضي وكانت ذروتها اليوم، وصلت درجة الحرارة اليوم إلى 43 درجة على القاهرة. حتى الآن درجة الحرارة 43 درجة على القاهرة. جنوب الصعيد وصلت درجة الحرارة ما بين 45 و46 درجة، أما السواحل الشمالية وصلت الأسكندرية إلى 39 درجة مئوية، ثم انخفضت سريعا مدينة الأسكندرية ومطروح، لكن ما زالت المناطق الداخلية ما زالت درجة الحرارة مرتفعة. متوقع تنكسر هذه الموجة إن شاء الله مع دخول هذه الليلة ودخول الهواء البارد الرياح الشمالية الغربية، هتؤدي لانكسار هذه الموجة. غدا إن شاء الله تنخفض درجة الحرارة مقارنة باليوم بحوالي من 7 ل 8 درجات، هتوصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 35 درجة بعد 43 درجة اليوم، يعني انخفاض 8 درجات مئوية. هذا الانخفاض ايضا هيؤثر على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري وايضا شمال الصعيد، اما جنوب الصعيد وجنوب سيناء فما يزال الطقس شديد الحراره غدا ان شاء الله. طبعا مع انكسار درجات الحراره وعودتها للمعدلات الطبيعيه هيستمر ذلك حتى نهايه الاسبوع. ايضا في فرص امطار خفيفه جدا على بعض المناطق غدا، منها السلوم ومطروح، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما، وده طبعا طبيعي خلال هذا التوقيت من العام ان يحدث ارتفاعات كبيره في درجات الحراره ثم تعود للانخفاض بشكل ملحوظ وتعود للمعدلات الطبيعيه. اشكرك جزيل الشكر دكتوره ايمان شاكر، مديره مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه.